تعادل سلبي. بيتروس بومال، لكن برينو كاسكاردو الى جيليرمي، بالله بالله هيشوط، فيها خطوره، فيها خطوره يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حل رائع من بالله، حل رائع من جيليرمي بالله. اول اهداف شباب الاهلي بتسديده صاروخيه من 30 متر عن المرمى. ها هو شباب الاهلي يتقدم بالهدف الاول في الدقيقه 36. جيليرمي بالله ساب الكرة تتمرجح على الأرض وأخدها على عبها، هوب أدي الكرة يا ولد يا ولد يا جيليرمي بالا على يمين طلال خميس، أول أهداف في المباراة، قذيفة روعة من جيليرمي بالا. واحد شباب تمريرة أمامية في الجانب الأيمن، كارتابيا استلم يا ولد، استلم يا ولد، استلم يا ولد، لعب الكرة يوري سيزار، يا سلام يا سلام، كارتابيا صنع ويوري سيزار سجل الثاني لشباب الأهلي. 2-0 2-0، العروبة يدفع ثمن تراجعه، هدفين في أربع دقائق، هدفين في أربع دقائق. ها هو شباب الأهلي يضيف الثاني في الدقيقة 40. شوف بوجودان إبرانيتش، بص البينية، بص البينية، بص هنا سالم سليمان وكارتابيا، كارتابيا بخبث كده حط جسمه إلى يوري سيزار، تتهادى على مؤازرة الفريق، ركنية من كارتابيا، يلعب الكورة يا ولد يا ولد، لكن المرة دي برينو كاسكاردو، حلوة من فيدريكو كارتابيا على القائم الأول، وهنا برينو كاسكاردو يرتقي برأسه ويسجل ثالث أهداف شباب الأهلي. هدف روعة، هدف روعة، هدف ملعوب مرسوم رسم ماركت كارتابيا إلى برينو كاسكاردو. وها هو يعني كارتابيا هنا في الدقيقة 65، سردار أزمون في مواجهة طلال خميس، طلال وسردار يا راجل، كارتابيا كارتابيا في الأولى القائم يمنعها، وفي الثانية كارتابيا يكررها للمرة الثانية، صنع هدف وسجل هدف كما فعل من قبل في 21، ها هو يكررها من جديد فيدريكو كارتابيا، عملها في 22. شوف هنا سردار أزمون الكرة ردت من القائم، وهنا كارتابيا على فكرة شكلهم متفقين عليها، لأن شوف هنا الكرة اتلعبت وعلى طول كارتابيا بصوا حتى بعد كده ابتسم إلى محاولة تمريرة أمامية وإلى انطلاقة وتقدم مرة أخرى، لا تزال المحاولة إلى كرة في الجانب الأيمن، حلوة 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 يا ولد يا ولد على الهدف الآن. أبولانير كاك، أبولانير كاك قائد فريق نادي العروبة يسجل أول أهداف العروبة في المباراة، هدف حلو، هدف جميل الحقيقة من أبولانير كاك بكعب القدم، بكرة رائعة من الجانب الأيمن، عيسى المازمي تألق ولعب العرضية والكرة إلى هدف، 4-1. شوف هنا الباس، شوف هنا الباس، شوف عيسى المازمي، شوف يا ولد يا ولد، اهي دي الاجوان اللي تفتح النفس، دي الاجوان اللي تفتح النفس.